محمد اليوم كانت جلسة محمد المفلح الخميسي على الأحداث الأخيرة اللي كانت ب 15/4 المسجد الأقصى وعلى الأحداث اللي كانت طبعا العام. اليوم كانت الجلسة هي مختصة على إنه الإجراءات تعيت الملف تكون من خارج الحبس وتكون بحبس منزلي. يعني شو التهم الموجهة لمحمد؟ التهم الموجهة لمحمد طبعا إلقاء الحجارة على رجال الشرطة ورجال الأمن في المسجد الأقصى والإخلاء بالنظام العام. يعني محمد هو كم عمره وشو بيشتغل أو شو بتعلم؟ محمد 20 سنة. محمد بيشتغل طبعا بالحجر. إنسان جدا يعني شو بدي أقول لك، متواضع، إنسان محترم، بحب المسجد الأقصى. ويعني هي صراحة إحنا نقول إنه تهمته إنه هو بحب المسجد الأقصى. يعني اليوم اللي كان مخابرات أو الشرطة الإسرائيلية إذا بتشوف إنسان جدا بتعلق قلبه بالمسجد الأقصى، هاي بالنسبة إلهن تهمة، وهي أحد التهم يعني اللي هي بالنسبة له إنه هذا الإنسان يعني خلى بالنظام العام. يعني أنت بتنكر التهم الموجهة إليه؟ طبعا إحنا منكرين التهم. يعني اللي اعترف فيها محمد هي كانت باعترافات تحت ضغط نفسي بالمخابرات الإسرائيلية، ومحمد يعني إضافة إلى ذلك هو بعدة تحقيقات يعني أنكر كل التهم الموجهة إليه، لكن طبعا تحت الضغوطات واللي كانت ضغوطات نفسية وطبعا رمضان وكان بحبس اللي هو منفرد، يعني استطاعت المخابرات الإسرائيلية إنها تطلع منه يعني اعترافات اللي بأمور اللي هو ما عملهاش. يعني